شنو التوقعات ديالك اليوم؟ ونتوقعوا ان شاء الله المنتخب يديها ولا يربح ان شاء الله. على النقط شي 3 ولا 2 0. بالنسبه ليك شكون غيماركي اليوم؟ شي واحد؟ وحنا ما كرناهمش يماركيو كاملين. كاملين صافي مستعد دابا. شنو التوقعات ديالك اليوم؟ غنغلبوا. شحال؟ شي 3-2. ماشي النظر ديالك شنو غادي يماركيهم ديك 3؟ نقدر بوفال زياد، المهم الدراري اللي كيلعبوا كاملين. تبارك الله. اي واحد كيدخل الماتش راه راب بنفسه حتى هو كيماركي. واخا ما كيماركيش. ديال اليوم شحال؟ 3-2. 3-2 صافي، ما عندكش شي تراجع فيه؟ لا 3-2. اشراف شنو التوقع ديالك اليوم المنتخب؟ اليوم ان شاء الله شي 2-0. شكون اللي غادي يماركيو؟ المغاربه ديالنا ياك اخ. والله شكون اللي غادي المغاربه ديالنا؟ شكون اللي غادي يماركي ديك؟ لا والو، واحد غيماركي حكيمي والاولان اللي سميتو حسميتو، الثاني غيماركي جديش. تبارك الله. وحنا معاهم بالنيه. تيتي كاكا يا باشا مغربيه. تبارك الله. شنو المتوقع ديالك؟ المنتخب راه يغلب، هذا هو التوقع ديالي ضروري. شحال النقط؟ كرهتي شي 4-0 ياك. والله الا خيب راه فتح اليوم. شنو في نظر ديالك المنتخب ديالنا شنو يعمل؟ يربح. شحال النقط؟ شي 2-0. وشكون ملاعب اليوم اللي سايق فيها يماركي اليوم؟ مابيا ما عنديش ما خصك المنتخب صغير. المنتخب تربح ان شاء الله. ويتدي ان شاء الله. شنو النتيجه ديالك اليوم اللي كتشوف؟ اليوم ماشي 3-0 ان شاء الله. يعني المنتخب ديالنا ان شاء الله وهذا العام هذا ان شاء الله متفائلين الكوبا ان شاء الله ديالنا. اللعبه ديالها ما عرف تقدر تغلب مباراه تكون قويه اليوم، بين اللي غلب بصحته. اليوم من الساعه تمشي تتفرج؟ الساعه دا شنو من عاد تمشي؟ شوف انا والخاو. شوف شنو الخاو ديالك؟ انا والخاو. والنتيجه ديال اليوم شنو هي التوقع ديالك؟ التوقعات هي شي 3-0. 3-0. شنو اللي غادي يماركي ديك 3؟ 3 تكون شي زياش غيماركي شي 2 وبوفال غيماركي الثالث. تبارك الله عليك. شنو الرساله ديالك اللي توجهها للملاعبيه ديالنا؟ الرساله هي ترجلوا معنا نجيبوا باش نجيبوا هذا الكاس ان شاء الله. وشنو غتقول شي ميساج للملاعبيه ديالنا؟ نقول الميساج اللي اصلا هما ما يشوفوهش. لا علاش ما يشوفوش؟ عايشوك يعني يزيروا راسهم يلعبوا بالنفس ويلعبوا على الفرقه كامله ماشي على واحد، يعني يلعبوا اللعب مجموعه باش يفرحونا كامل. كاملين اصلا حنا فرحانين. تبارك الله. ونزيدوا نفرحوا. لا خليك ديما فرحان. امين اخي. يلعبوا مزيان باش يفرحوا المغاربه كاملين. تبارك الله يعزك. وما تنساوش حتى انتم في الكومنتات تعطيونا التوقعات ديالكم. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.